الآن لو وضعنا شخصين في السجن، المسجون الأول منعنا عنه الطعام فقط، أما المسجون الثاني وضعنا الطعام أمام عينه خارج الزنزانة، يراه ويشم رائحته ولكنه لا يستطيع أن يأكله، من سيتألم أكثر، المسجون الأول أم المسجون الثاني؟ طبعا الثاني هو الذي سيتألم أكثر. طيب وكذلك الذي ينظر إلى الشهوات ولا يستطيع الوصول إليها، لا شك أنه سيتألم أكثر من الذي يغض بصره. فإذا زاد الرجل من هذا النظر فإنه سيتعب، وإذا زادت الفتاة من النظر والتعلق فإنها ستتعب أيضا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والنظرة الثانية أشد سما، فكيف نتداوى من السم بالسم؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ولو أن الإنسان غض بصره من أول نظرة لاستراح. أي والله، بعضهم مسكين لا يترك شاردة ولا واردة إلا نظر إليها، ينظر إلى كل ما يفتنه في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الشارع وفي كل مكان، ولا يمتنع عن أي شيء. يا أخي ارحم نفسك، ارحم نفسك، والله قلبك لا يستحمل ذلك. أعيناي كفا عن فؤادي، فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. احفظ هذه القاعدة المهمة، احفظها: الصبر على ما قبل النظرة أسهل بكثير من الصبر على ما بعد النظرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ كلنا يعلم أن مقاومة النظر إلى المحرمات يحتاج إلى صبر، وهذا الصبر مؤلم، ولكن بالمقابل فإنني لو نظرت إلى المحرمات فإنني سأحتاج بعد ذلك أن أصبر على الشهوة أكثر، لأنني أثرت نفسي بمناظر لا أستطيع الوصول إليها، وهذا يؤلم أكثر بأضعاف مضاعفة مما لو أني صبرت في البداية صبرا بسيطا فلم أنظر وانتهى الأمر. ففعلا ألم ما بعد النظر أصعب بكثير من ألم غض البصر. إن الذين يغضون أبصارهم هم أريح الناس نفسا وأشرحهم صدرا، ولا يتعبون بالسهر والتفكير ليلا، ولا يتألمون بالنظر نهارا، فهم مرتاحون وراضون ومرضيون، أرضوا ربهم وأراحوا نفسهم، فمن مثلهم؟ يا الله يا الله. هل تظن أن أعلى شيء يصل إليه من غض بصره أنه سيرتاح فقط؟ لا، إن سقف امتيازاته أعلى من ذلك بكثير. وأنا لا أقصد ما سيحصل عليه في الآخرة، بل ما سيحصل عليه نفسيا في الدنيا قبل الآخرة. إنه ليس فقط سيرتاح، بل إنه سيجد لذة في صدره يعطيها الله إياه فور غضه لبصره. والذين يغضون أبصارهم يعرفون عن ماذا أتكلم أنا الآن، وهذا ليس بغريب عن الله سبحانه أن يعطيك لذة في صدرك هي أحلى من لذة النظر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سيعطيه سبحانه الراحة من عدم التفكير بالشهوة، وأيضا سيعطيه فوق ذلك سعادة في قلبه، لأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى لهم يعني أطهر وأفضل، وصدق ربنا والله، هو أزكى لهم، بل لا يوجد شيء أزكى مما قال الله عنه أنه أزكى، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا. قد يقول قائل: كيف يكون غض البصر أسعد لي؟
وأنا ما نظرت. النظر شهوة ولذة، فكيف يكون عدم النظر لذة وأنا أصلا ما نظرت؟ سأضرب لك مثالا. فلنفرض الآن لو وجد شخصان صائمان في نهار رمضان، أحدهما شرب شربة ماء فأفطر في رمضان والآخر بقي صائما، من منهما سيفرح عند الإفطار؟ الآن كلاهما جائع ولم يأكل، لكن هذا مفطر وهذا صائم، من الذي سيفرح عند الإفطار؟ لا شك أنه الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا أمر خارج عن حدود الحسابات الرقمية، هذا أمر روحاني رباني. فكذلك الذي يغض بصره والذي لا يغض بصره، كلاهما لم يحصل على شهوته كاملة، لكن الأول يعيش في راحة والذي لم يغض بصره يتألم. والاختيار لك في النهاية. هذه طفلة مصرية اسمها حبيبة، ذهبت للولايات المتحدة ورأت لأول مرة في حياتها شابا يقبل فتاة في الشارع، وهو شيء معتاد هناك، لكنها انصدمت وتأثرت وأرادت الرجوع لبلدها. اسمعوها كيف تتكلم من قلبها بكل براءة. الموضوع كله فيه ايه يا حبيبة؟ عايزين نمشي من امريكا دلوقتي. ليه؟ عايزين حد تاني يجي لنا يودينا مصر، مصر دي محترمة. ان المنظر ده ما يجيش في امريكا تاني، او مش بيجي في امريكا. حبيبة امين، المنظر ده كله عشان كثير من الناس بعد هذا يريد أن يعرف ما هو الحل، كيف أستطيع أن أغض بصري؟ أبشر، توجد خطوات معينة يمكنك أن تفعلها وستساعدك على غض بصرك، بل لن يكون بعدها عندك مشكلة في غض البصر أبدا. ولكن أرجو أن تتابعنا في الحلقة القادمة، كونوا معنا. علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.